هذه ما شاء الله تبارك الله، معنا الشمعة هذه مع الكشاف زي ما انتم شايفين، هذا فرق ما بين المنمع وهذه العادي. نجي نشوفها بشكل أوضح. الآن مشكلة الشمس هذه قبل التلميع زي ما انتم شايفين الكشاف كيف كان، وهذه ما شاء الله تبارك الله بعد ما لمعناها. هذا اللي استخدمناه من البداية فرشة أسنان، معجون، بعد كل خطوة نحط ملمع، بعد كذا نغسلها، بعد كذا نحط طبقة من الواكس، بعد كذا نقوم بفركه كذلك، خلي لحد ما ينشف، وبعد كذا نقوم بفركه بواسطة هذه الفرشة وفرشة الرسم، بعد كذا نقوم بغسله بالموية، بعد كذا نرجع نكرر بالمعجون نفس الخطوات بالترتيب زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، هذه الجهة شوف كيف ما شاء الله. نروح الآن للجهة الثانية، لو بتلاحظوا بتشوفوا انه مصفر معانا، شوفوا كيف اللون. هذا بالنسبة للكشاف الأول، هذا قبل التنظيف، هذا الكشاف الثاني بعد التنظيف. برضه كمان احتاج هذا لأنه ما تنظف بشكل كامل.